عشان نفهم الخبر ده والأرقام دي بتفصيل أكثر، بيساعدنا إن احنا نرحب بأستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية معنا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك أستاذة حنان. صباح الخير يا باسم. صباح الخير يا سارة. أهلا بحضرتك أستاذة حنان. الحقيقة أستاذة حنان، وإحنا بنتكلم على الخبر ده استوقفتنا كلمة العدالة الاجتماعية المكانية. العدالة الاجتماعية المكانية وهي أحد مستهدفات الحكومة من وراء مثل هذه المخصصات. لو هنسأل حضرتك على تطوير الصعيد والأرقام المخصصة ليه، هنكتشف أن احنا بنتكلم على جنوب الصعيد لوحده مخصص له تقريبا، وهنقول أرقام تقريبية للتسهيل، 39 مليار جنيه بأكثر من 50% من المستهدفات بتطوير الصعيد. وسط الصعيد تقريبا 35% بنسبة 25 مليار جنيه، وشمال الصعيد بطبيعة الحال المبلغ الأقل 15% تقريبا، برضو بنتكلم على 10.5 مليار جنيه. كيف حققت الدولة من وجهة نظر حضرتك هذه العدالة الاجتماعية المكانية، أو مشيت قد إيه على هذا المسار، وتقييم حضرتك لهذه التجربة حتى الآن؟ طبعا احنا عارفين ان قرى الصعيد كانت بتعاني من يعني مشاكل كتيرة تتعلق بالبنية التحتية، تتعلق بالظروف الاجتماعية، تتعلق بالطبيعة المعيشية، حتى ان كان يعني لا تتوفر ابسط الخدمات للعديد من القرى. طبعا احنا عندنا قرى منتشرة على يعني مختلف الاماكن المتواجدة في مصر ما عدا القاهرة، يعني ما فيهاش قرى وما فيهاش طبعا توابع ليها. يعني احنا عندنا 4741 قرية وتوابعها عبارة عن 30888 عزبة وكفر ونجع، وفي 26 محافظة طبعا من غير القاهرة، وفيها تقريبا 18 مليون مواطن. طبعا الدولة قسمت هذه القرى إلى يعني الأكثر فقرا والمتوسط وال يعني الممكن يعني يبقى الفقر فيه قليل، بتتراوح عندنا النسب من 70% في 50 ل 70 وفي 50%. وطبعا الدولة اهتمت ب يعني الحياة الكريمة طبقا لمبادرة حياة كريمة اللي اطلقت في يناير 2019 لتبديل أحوال هؤلاء يعني المواطنين، لأن المواطن بطبيعة الحال تمام، لأن المواطن هو عصب اهتمام الدولة، ويعني محاولة إن هو يبقى في حياة يعني فيها إنسانية. فطبعا الدولة كانت متجهة بقوة، وحتى إن هي ابتدت إن هي يعني تحط دعم في الموازنة العامة للدولة. اللي ما هو ده بقى أستاذة حنان عايزة أسأل حضرتك عليه، مشروع الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2024-2025 في زيادة في حجم الدعم الاجتماعي والصحي في السنة اللي جاية اللي هي 2024-2025 عن السنة اللي فاتت بقيمة 28 مليار و885 مليون جنيه، والدعم ده هيكون في 5 قطاعات ما يخص الصحة والدعم الاجتماعي. حضرتك ممكن تشرح لنا كده سريعا التوزيع ده هيكون إزاي؟ بصي حضرتك، طبعا الموازنه العامه للدوله السنه دي هي اضخم موازنه في حياه يعني الدوله، هي بتقدر ب 6.4 تريليون جنيه ومستهدفه ايرادات ب 5 تريليون جنيه. طبعا مستهدفه العديد من الاصلاحات المتواجده في الدوله، وكمان دخلت معها المؤسسات الاقتصاديه في هذه الموازنه. اهتمت هذه الموازنه بالعديد من الاجراءات، حتى انها ابتدت النسب اللي موجهه للإصلاحات تتعلق بنظام التعليم، تتعلق بالصحة، تتعلق بالتنمية السكانية، تتعلق بالتدريب، تتعلق بالتعليم. هي النسب بتاعتها تتراوح الزيادة فيها من 25% ل 45%. طبعا ده ضغط كبير جدا على الموازنة العامة للدولة في ظل ان احنا عندنا يعني احداث جيوسياسية غير مواتية في المنطقة، عندنا ارتفاع لأسعار العديد من السلع الأساسية، عندنا كمان ارتفاع في أسعار البترول عالميا بسبب يعني سلاسل الامداد وعدم يعني استمراريتها، فده كله بيأثر بالسلب على ايرادات الدوله. حاول بقى الدوله في الفتره الحاليه ان هي تنمي ايراداتها وتوجهها الى الاكثر احتياجا، لان طبعا احنا عارفين ان تنميه القرى وتنميه الصعيد والاهتمام بالمواطن هي هدف الدوله، ومخصصه طبعا مخصصات يعني عاليه في هذه الموازنه، وبتحاول بقدر الامكان ان هي تنمي العديد من الافكار لدى المواطنين، زي مثلا الميكنه، الاهتمام بالتدريب، الاهتمام بالتعليم الفني، الاهتمام بتدريب الفتيات، الاهتمام بقرى الصعيد وتنميتها، الاستمرار في الاداء الايجابي للعديد من القطاعات، محاوله بقى ربط الخدمات ما بين الـ يعني القاهره والمحافظات و مدن سيناء. وشفنا طبعا في عيد تحرير سيناء كل سنه ومصر كلها في امتداد
السكك الحديدية، وده طبعا هيؤدي إلى فرص تنموية وفرص عمل وعدم تكدس للسكان في مناطق بعينها، وده يوفر فرص عمل ومعدلات تنمية أعلى، ويوفر كمان اكتفاء ذاتي في العديد من السلع زي الحاصلات الزراعية، ودخول طبعا منتجات جديدة بأسعار يعني في متناول الجميع بسبب زيادة الإنتاج إن شاء الله. تفاصيل ومعلومات مهمة جدا، بشكر حضرتك عليها أستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية.